سميتني سارة، سارة لونا، سارة لونا مون سورنوم سي لونا. كندير هادشي ديال لو شون، كنت كندير غير بور لا باسيون. ابري جات واحد الوقت لقيت فيه راسي بزاف، حيت سي ما باسيون، فريمون سي ما باسيون باش نبقى نغني. وهذا كنت كنغني الار ان بي في الاول، مي ابري لقيت راسي في لو راب. ما تعمقتش بزاف في لو راب، حيت واش غادي نقول لك، ما مش شي حاجه اللي كتعنيني. كنغني بحال الار ان بي، شي حاجه تكون، باش نقول لك، المهم ابار لو راب. ولكن لقيت راسي في لو راب، حيت كيفاش بديت في 2014، كنت درت واحد الكوفر في واحد الاستوديو مع واحد لابرود ديال اوميغا، وواحد استوديو اوميغا واحد لابرود تما. وابخي كان واحد الجروب سميتو اش دي اس، قالوا لي واش تدخلي معنا في الجروب. وهذا دخلت معاهم، بقيت معاهم من 2014 حتى 2018. درت معاهم با مال دو كليب، با مال دو شونسون. ابري درت صافي، ابري خرجت سولو، درت واحد لا شونسون ديالتي سولو. ابري دخلت مع واحد لابرود اخرى دارك ريكورد، صافي من تما مبقيتش مع لا اش دي اس، بقيت دابا بوحدي ندير دي شونسون ديالي بوحدي. مزيان، واخا تقولي لنا يعني شنو هو الهدف ديالك من هاد الميدان؟ الهدف ديالي من هاد الميدان كما قلت لك، انا جو في بور لا باسيون، ماشي شي حاجه. يعني في الاول كنديرو غير كموهبه، موهبه ديالي. مي ابري بغيت نكمل فيه، مي لقيت راسي في اكادير ما كاينش السوتيان في اكادير. بالنسبه لاكادير عندنا الدور ديال الاشتغال في المجال الفني، كما قلت لك ما كاينش لو سوتيان في اكادير. يعني فاش كتبغي خصوصا هاد الدومين ديال لا ميوزيك، ما كاينش، خصوصا هاد لو ستيل ديالي انايا، ما كاينش لو سوتيان هنايا في اكادير نهائيا. يعني كتلقى غير صحاب الراي اللي كيطلعوا في الدومين ديال لا ميوزيك، كتلقى غير صحاب، فهمتي؟ ما هاد الدومين ديال ابار لو راب مع ار ان بي ولا داك لو ستيل ديالي انايا، ما لقيتش لو سوتيان ديالو في اكادير. واش كاين شي مدعم او لا كاين شي واحد اللي كيعاونك في هادشي ديالك، او كاين شي تدخل ما بين هادشي اللي كنتي كدير؟ كاين عندي دي زامي في هاد الدومين كانوا كيعاونوني بزاف، كيكتبوا لي حتى انا ما كنكتبش، كيدوا لي دي زانسكري كما قلت لك، دي برود خدمت معاهم انا ديجا. و دوك الاش دي اس اللي كنت معاهم راه يعني تعاونوا معايا بزاف الحوايج. علاش انت تقدري تدير تخصص في المجال الفني وانت كتعرف ان المدينه ديال اكادير كيقبلوا غير الراي وكيقبلوا الشحاء وانت شي اللي كيعرف الناس؟ كما قلت لك، حيت شنو نقول لك، راه قلت لك موهبه ديالي انا من صغري كنموت على شي حاجه سميتها الغناء. درت ديجا تياتر، كنت ديجا درت تياتر في نوند، درتوش هنايا ودرتو هنايا عبيت، درتو حتى في اكادير. شاركت ديجا في واحد لو فيستيفال انترناسيونال ديال التياتر، وكان ديك الساعه بابا ديك الساعه من صغري كيقول لي بغيتك ديري التياتر، كيقول لي ديما انا نعاونك ديري التياتر وشحال من حاجه. مي انا كنت ديما كنميل للموسيقى، ديما من صغري انا كنميل للموسيقى. شنو هو العراقيل اللي تسمنا من هاد الميدان؟ بزاف ديال شنو نقول لك، العراقيل يعني كما قلت لك، هاد لو ستيل ديالي انا اللي بغيت ندخل زعما هاد لا ميوزيك اللي كنغني، ما لقيتش كاع في اكادير شي حاجه اللي اش غادي نقول لك، ما لقيتش التفاعل ديالها في اكادير. عاودي لي على الستيل ديالك، شنو عاودي المتابعين عرفوا الستيل ديالك اكثر من الستيل. الستيل ديالي انا اصلا بحال كيميل لاميل بنت، بحال شنو نقول لك، شريفه لونا، بحال هكا كنغني انا بحال داك لو ستيل. عطينا مقطع من الستيل ديالك باش تسمعوا. واخا نغني واحد واخا، حتى انا كنغني بزاف فرونسي، واخا الديسك كامل ديالي بالعربيه. واخا واخا، Elle est mon âme, elle est mon cœur, elle est ma flamme, mon bonheur. Celle qui m'a donné la vie, elle fait partie de moi. Elle est mon sang, elle est mes yeux, elle est mon ange, mon demi-dieu. Et celle qui m'a donné la vie, elle fait partie de moi.
Elle est tout ce que j'ai de plus cher au monde. Ma raison d'être, ma raison de vivre. Près d'elle, je serai jusqu'à la dernière seconde. C'est elle que j'aime à l'infini. عندي واحد الجديد حداش عندي واحد المخصو درتو عندي الفوليوم 2 ديالو اللي سميتو ديجا فاليدي ولقيت تفاعل بزاف مع داك ديجا فاليدي في الصراحة وعجب الناس بزاف وعندي الفوليوم ديالو الثاني وابخي انا الحاجة اللي بغيت نديرها الصراحة كان وعد بها الناس وتما ما شجعتني عليها بغيت ندير واحد الكوفر ديال شلها بشكل غربي شنو هي الكلمة الأخيرة اللي تقدر توعد بها الناس يعني ككلمة أخيرة تعطيها للجمهور ديال أكادير كلمة الأخيرة اللي نقول الجمهور ديال أكادير إن شاء الله غنعجبهم إن شاء الله من القدام خصوصا غندير واحد السيل بغيت ندير واحد السيل ديفيرون ديال كما قلت لك غناخد ديسك تشلحها كوفر ندير لهم كوفر ونديرهم بشكل شنو نقول لك الشكل ديال غربي كما كنغني أنا وغادي نجدد الأغاني ديال شلحة إن شاء الله وإن شاء الله يكون خير